كيفاش غيرت البشرة تاعي من بشرة جافة وشاحبة إلى بشرة رطبة كيما تعلي بيبي ونظرة زجاجية؟ طيب هذا هو الموضوع تاعنا تاع الفيديو تاع اليوم. سالي البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نمدلكم روتين العناية بالبشرة الجافة. هذا الروتين راح يكون بمنتجات بسيطة ومنتجات موجودة وسهلة، تقدر أي بنت منكم تشتريها وتعتني بالبشرة تاعها. إذا طبقتي هذا الروتين البنات راح تشوفي باللي لابو تاعك ولات بو رطبة ونظرة، لابو تاعكم تولي هايلة. انساو هذيك الشحوبية تاع الوجه، انساو هذيك الحروشية، انساو هذيك الدخنة تاع وجهكم، ولا لابو تاعكم راح تولي تهبل. تبعوا معايا لا فيديو الاخير. واذا كنتي اول مرة تشاهدي القناة تاعي نتمنى انك ديري لي اشتراك وتفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. اول حاجة راح نبداو بالروتين الصباحي. كيما نجو نوضو الصباح واش نديرو وكيفاش؟ اول حاجة لازم نغسلو لابو تاعنا. بالنسبة للغسول انا نستعمل هذا صابون حليب المعز، اشتريته مؤخرا وعجبني صراحة، باسكو صح المكونات اللي فيه. وبعد ما تغسلي راح تشوفي باللي لابو تاعك قعدت رطبة، ماهيش راح تحرشلك، ماهيش راح ديرلك حتى مشكل، ولا لابو تاعك تشوفيها رطبة وهايلة. صابون هذا يدير جوست 25000 بركة ومليح هايل، كيما قلتكم يبيضلكم البشرة تاعكم ويرطبها لكم. كاين تاني غسول بالنسبة للبنات اللي يحبوا يستعملوا غسول تاني كالعادة رخيص للبشرة الجافة، ننصحكم بهذا الغسول تاع سواليس البشرة العادية والجافة، ما يحرش لكمش البشرة تاعكم وما يديلكم لا حب لا اثار جانبية. بالنسبة للغسول هذا تاع بيوفا اكوا بيور انا ما ننصحكمش انكم تغسلوا به، لاني كي استعملتو لابو تاعي هلك لي لابو تاعي، دار لي الحب الرقيق في البشره تاعي وتهردت لي لابو، دونك ايفيتي ما تستعملوش هذا الغسول تاع بيوفا. بعد ما نغسلو البشره تاعنا اول حاجه لازم نديروها هي نرطبوها. وبالنسبه للمرطب نستعملو مرطب تاع النهار، يعني كيما نقولو حنا مرطب يومي. انا نستعمل هذا تاع ديادرمين سوا دوجور، نديرو في الصباح كيما بعد ما نغسل وجهي نطبقو على لابو تاعي مليح، يرطب لكم يمدلكم ترطيب هايل، وان بلوس دو سا ما ينشف لكمش البشره تاعكم وما يدير لكم حتى حب الشباب، والسعر تاعو يدير 80000. من بعد ما ترطبوا البشره تاعكم يا البنات ولازم عليكم انكم تديروا واقي شمسي هكا باه تحموا البشره تاعكم من اثار الشمس، لانه الشمس هي اللي راح تخرج لكم الحب، هي اللي راح تدير لكم الحروشيه تاع الوجه، هي اللي راح تهلك لكم وجهكم صفه عامه. ترطيب ولا الواقي الشمس حاجه ضروريه جدا، لازم عليكم انكم تستعملوا واقي الشمس سورتو دوك في الصيف ومام في الشتاء تستعملوه. انا نستعمل هذا تاع افان كريم تنتي، يهبل يرطب لكم لابو تاعكم ويحميها لكم حمايه هايله، ننصحكم انكم تستعملوه ماكمش حتندموا عليه. بالنسبه للافان السعر تاعها يديروا 3، انا شريته 300000 ودوكا راهي زادت 400000. دونك البنات اللي عندهم ميزانيه قليله وما يقدروش يشتروا ولا يشروا هذا الواقي الشمس ولا لونتي سولاي تاع افان، ننصحكم انكم تشروا هذا ليساس، هذا مليح برك ويدير جوست 40000. يحمي لكم البشره تاعكم، يعني يمد لكم حمايه البشره تاعكم من الشمس، يرطب لكم ثاني كشغل وجاي خفيف هكا على البشره، البشره له اللي تمتصه وتحميه. ولكن كما على بالكم البنات واقي الشمس ماهوش راح يحمي لكم البشره تاعكم نهار كامل، لازم عليكم انكم تكرروا هذه العمليه كل زوج سوايع، وتقدروا تستعملوا واقي الشمس في وجهكم، تقدروا ديروه من في يدكم، ولا كيما قلت لكم ليزاس هذا مليح ثاني يحمي لكم البشره تاعكم ويرطبها لكم في نفس الوقت وما يدير لكم حتى اثر جانبيه، ما يخرج لكم الحب ولا حتى حاجه. بعد ديروا المكياج تاعكم وتخرجوا عادي. بالنسبه للعشيه دوك نروحوا روتين المسائي، كي تجوا تروحوا من العشيه لازم انكم تنحوا المكياج، لانه اذا رقدتوا بالمكياج راح يضروا لكم البشره تاعكم. ازاله المكياج تكون بلي كوتون ديسك هادوما اللي جو مدورين وبالديماكيون، انا الديماكيون نستعمل تاع فينيس روعه، عندي سنين وانا ندير غير بفينيس، ما يدير لكمش الحب ديماكي لكم بيه، ينظف لكم البشره تاعكم بعمق، تحسوا بلي لابو تاعكم تاع الصح نظافت. ومن بعد ما ديماكيو بيان سور راح تروحوا تغسلوا الوجه تاعكم بالماء كما العاده والصابون وتقشير الوجه. دوك نروحو لتقشير الوجه. بالنسبة لتقشير الوجه ما يكونش يوميا، يكون في مرتين في الأسبوع فقط. أنا نقشر الوجه تاعي بقوماج هذا تاع كاليديرم تاع الخيار اللي راهم دايرين ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، صراحة هاد القوماج هايل عجبني بزاف، يعني بدون مجاملة هو يقوميلكم ويخلص لكم البشرة تاعكم من الخلايا الميتة اللي كاين في البشرة تاعكم، وكل يرطب لكم البشرة ويعطيها نضارة وتبييض مع الوقت. كاين تاني القوماج هذا بزيت
الارغان من لامارك ايفولي دارم تاني عندي سنين وانا كنت نستعمل فيه قبل. هايل 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 لانه ينظف لكم البشره تاع الصح بعد ما تطبقوا هذا القماش تحسوا بلي لابو تاعكم تاع الصح انضافت والخلايا الميته كامل تنحت لكم الوجه تاعكم. دونك طبقوا القماش سواء هذا ولا هذا خير في زوز البري تاعهم يديروا جوست 40000. بعد ما تكملوا القماش لازم انكم ترطبوا الوجه تاعكم. بالنسبه لمرطبات الوجه ننصحكم بهذا بروديرما اول مرطب تقدروا تستعملوه جوست في الليل ما تستعملوش في النار وتخرجوا به الشمس باسكو راح يكحل لكم البشره تاعكم. بروديرما هايل مليح يرطب لكم البشره تاعكم. عند البنات اللي عندهم حب الشباب تاني ينحي لهم حب اللي كاين في البشره تاعكم وكل ننصحكم انكم ديروه وجوست البري تاعو دير جوست 25000 يعني رخيص بصح عنده فعاليه كيما نقولوا حنا محين كبار هكاك بعدا ويتباع في لي كوس في لي فارماسي تلقاوه يتباع في لي فارماسي. كاين ثاني مرطب معنا هذا تاع اوليف كريم زيت زيتون من لامارك بو بارفيت. مرطب هذا ثاني يهبل تقدروا ترطبوا به البشره تاعكم ثاني في الليل وترقدوا تنوضوا الصباح تلقاو لابو تاعكم مرطبه كيما تاع لي بيبي صراحه يمد لكم ترطيب هايل هايل هايل. كذلك انا نستعمل مرطب كنت نستعمل فيه هذا ودوكا راني مع المرطب تخوازيام. هذا المرطب هو كريم الجليسيرين الاصلي. شكون منا ما يعرفش الجليسيرين باسكو اللي كانوا يستعملوا فيه بكري الاباء امهاتنا وخالاتنا وكل بكري كانوا يديروا كريم الجليسيرين لانه معروف انه يبيض لكم لابو تاعكم. تقدروا تزيدوا معه فيتامين او تاني. انا بالبنات كنت ندير كريم جليسيرين ونخلط معه فيتامين او كي نديرو في لابو تاعي ميم كي يكون عندي حب رقيق ولا عندي حب هذاك تاع العاده شهريه ولا يتنحى لي الحب هذاك فاسيلمون ويتنحى لي شغل في نهار وبعده روعه. فيتامين او ينحي لكم الحب البنات اللي عندكم في لابو تاعكم يصفي لكم البشره تاعكم يرطبها لكم ويبيضها لكم مع الوقت. احسن مرطب ننصحكم انكم تستعملوه. دونك هذا هو روتين تاعي البسيط في العنايه بالبشره. يعني انا كيما راكم تشوفوا منتجات بسيطه ومنتجات يعني متواجده تقدروا تقولوا في كل بلاصه ورخاص وما همش بزاف. مش لازم تكون عندك ميزانيه كبيره ودراهم بزاف باش تعتني بالبشره تاعك وباش تولي لابو تاعك كيما هذاك لي بولي تحلمي بها وكيما لابو تاع الممثلات. تكون قادر بمنتجات رخيصه وبسيطه ولكن اعرفي تخيري البرودوي ماشي اي برودوي تسمعي به ويقولوا لك مليح تروحي تستعمليه. الفو بيان تروشرشي عليه تشوفي البيان المنتج هذاك تقراي عليه كل اسكو صح مليح تشوفي المكونات تاعو اسكو صح تناسب البشره تاعك ولا لا. اذا لقيتيه مناسب وكل تروحي تشريه وتطبقيه. وبيان سور ما تنساوش انكم ديروا الوصفه الطبيعيه المليحه تاني كي بالمكونات اللي كاينه في كل بيت. الوصفه الطبيعيه معروفه انه تساعدكم على ترطيب البشره سيرتو البشره الجافه لانه موضوعنا هنا في هذا الفيديو نحكيوا على البشره الجافه. تساعدكم مع انكم تبيضوا البشره تخلصوا من الاسوداد البقع الداكنه الرؤوس السوداء الى اخره. دونك كان هذا هو روتين عنايه بالبشره الجافه بمنتجات جد بسيطه ومنتجات سهله ومنتجات يعني رخيصه بميزانيه قليله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش تحطوا اشتراك تاعكم واذا عندكم اي استفسار خلوه في لي كومونتير وانا توجور ريبوندي عليكم.